ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة بي بلاد الرؤي. اليوم راح نفتح علبة حظ بلبل أنياب الفهد، بلبل هجومي للاعب لامع، فهل راح نكون محظوظين ويطلع لنا هالبلبل ولا لا؟ خلونا نشوف مع بعض. فزي ما شايفين العلبة أصلية من تكارتومي، حاطين النوع هجومي بيرث، نظام الشوزيتسو، دوران يميني، إصدار 118. هون عندنا النمط أو التيربو لاير سيستم الموجودة بهالبلبل وإيش بتسوي، وهون عندنا البلابل اللي قد نحصل عليها. وعلى فكرة هاي العلبة حظ رقم 11 هي أول علبة حظ بتعمل لاير تاني مشابهة، يعني لو ما كنتوا كتير محظوظين للبلبل المهم بيطلع لكم نفس اللاير بس بلون تاني وقطع تانية. فهاي أول مرة تكارتم بتعمل هالحركة، بتحط اللاير المهم مرتين. فممكن يطلع لنا الوميض المظلم لونه كحلي، ممكن يطلع لنا الوميض الجارح أزرق فاتح، الإمبراطور أخضر، الرمح لونه بنفسجي عزهري، شجاع ذهبي وأبيض. هون عندنا آرك بهاموت، نسيت شو كان اسمه بالعربي، أصفر. وهون عندنا أنياب الفهد برضه بالأحمر. وحتى من جنب كمان بفرجونا كل بلبل، كل لاير ايش نوعها وشو القطع اللي ممكن تطلع فيها. ومن الشقة التانية كمان هي عندنا هون أهم بلبلين هو هذا واللي تحته. وهون من ورا بشرحوا لنا عن هالبلبل، البلبل هاد بتميز بفريم ولاير متميزين غير عن باقي البلابل وفيهم تقنيات جديدة، فخلونا نستكشفهم ونفتح العلبة مع بعض. وكمان خلونا نوصل فيديو اليوم ل 5000 لايك خلال 5 ساعات، تقدر تسووها بكل سهوله. فكل شخص عم يحضر هالفيديو بتمنى تنزل تحط لايك على السريع وتشترك بالقناه اذا مش مشترك وتفعل الجرس. اوكي يا رب انياب الفهد، يا رب انياب الفهد، يا رب انياب الفهد، يا رب انياب الفهد. النسخه الزرقاء مش الحمراء. اوكي يلا خبطكم، سوري من الحماس. ايش خلونا نشوف، خلونا نشوف الدرايفر. اوكي الدرايفر ليش هيك مغلفينه؟ معقول يكون فيه كرات حديديه مغلفينه؟ على فكره اذا ما بتعرفوا بعلب الحظ مرات بحطوا كراتين زياده عشان يزيدوا الوزن، وبحطوا اذا في قطع بتخشخش بحطوا اشياء تمنع الخشخش عشان ما حدا يرج العلبه او يروح يقيس وزنها بالمحل او يحسب وزن العلبه ويطرحه. وهذا لحظه ايش هاد؟ اوه اوكي درايفر نايتمير، شو اسمه تبع المميض المظلم، درايفر انياب الفهد. يعني لحظه طلع لنا بلبل انياب الايش، حد ما شايفين التغليف اسود. الستيكرز على فكره بتكارتومي شفافه بنقدر نعرف شو هو البلبل. سونوكم هاي شوف شوفوا ها. اوكي سوري انا ما كنت منتبه. زي ما شايفين حاطين كرتون زياده عشان تزيد الوزن. الستيكرز شفافه فيعني الواحد بيقدر يعرف. انياب الفهد اوكي ممتاز. تكارتومي السكر شفاف الواحد بيقدر يعرف نوع البلبل، سونو كونغ بيعملوا لكم اياها باللون الاسود، يعني حتى اللي بيفتح العلبه ما بيعرفش جواتها. حديده 12 صحيح حديده سيئه بس هي حديده اللي بدنا اياها. اوكي وهي الفريم تبعه خلاص تاكدنا مليون بالمية، نتاكد يلا رقم نتاكد مليار بالمية. هيو كمان مغلف باللون الازرق، ليش هيك مسكرينه؟ ما في ايش بخشخش ولا عشان اللاير تتحرك. اوه كثير ستيكي هذا، كثير حلوه. يلا يلا هلا بدنا نشوفها، نفتح العلبه ونرتب الموضوع. فزي ما شايفين هون عندنا الستيكرز والكود وورق التعليمات، صراحة بتكون مفيدة إذا البلبل معقد كتير، ومرات ما بتكونش مفيدة إذا البلبل كتير سهل، بس حاطين فيها كل التفاصيل الستيكرز وهالأشياء. أما هلأ فخلونا نستكشف قطع البلبل ونتعرف عليها. طبعا حابب أشكر كل الناس اللي انتسبوا بالقناة، أحمد وشوقي عون الله وحسان، حسن سليس، كورا تايجر، مستر بيبلت، جابر يوتيوب، دكتور محمود فهيم، عمار فوربي، ويحيى دجبي، صالح نوح، وديدي اس اي، وكول تايم بيبلد، بيبلدر ماهر. واذا حابين تكونوا منهم اضغطوا على الزر الازرق جوين او الانتساب، واذا ما طلع لكم تاكدوا من تحديث اليوتيوب وتحديث موبايلكم من المتجر والاعدادات، وبس هي هون زر لونه ازرق وبطلع لكم. وكمان بما انكم عم تنزلوا وتفتشوا على الزر حطوا لايك واشتركوا وفعلوا الجرس. واول واهم قطعة عنا اياها بالبلبل واللي هي اللاير، لاير انياب الفهد، خلونا نشوفه مع بعض. اوكي هذا السيلفر السكني كله حديد
وهون عنا بالأحمر عيون ذئب. آه هذا فعلا ذئب، هي أنفه وتمه بقية وجهه. عنا ذئبين من المكانين، راسين ذئب، وبالنص في مجوهرة كحلية براسهم. أوكي واحدة مليانة وواحدة مسكرة. أوكي هاي المسكرة بيطلع منها مجوهرة لما نحط هذيك القطعة اللي بتمنع البيرست. طبعا كل بلعب التيربو بيقبلوها لهالقطعة، بس هم أصلا ما بنعملهمش بيرست لنحطها، فما في داعي. وكمان حبيت كتير اللون الكحلي، بالنص كحلي أو أزرق، ومن الأطراف عندنا كحلي شفاف على بنفسجي، فحتى في درجات من اللون الأزرق. ومن ورا شوفوا كيف اللير، بالنص عندنا قطعة حديد كبيرة ومش عارف ليه هيك مصدية. هلا هي مو مصدية بس شكلها هيك مخبوطة خبطتين، ومن ورا مسكرة ما عندنا أي إشي جواف، بس عندنا أحرف غريبة على هاللير. أوكي هلا هون عندنا أحمر، هدول عبارة عن أسنان، فعلى ما أظن إنه هذا عبارة عن أسنان الذئب، الفهد سوري، هو بعض ولا مخالبه أظن أسنانه. لحظة التيربو لير سيستم بهالبلبل، اللي هي إنه اللير بتفتح وبتسكر، بتعض البلابل الثانية مثل الكلاب الضالة أو المشردة. ف تقنية كتير حلوة. فإذا إجا عنا مثلا بلبل حابب يهجم، بيجي عنا الكلب بتفتح اللير، والفهد بعضه وبتدخل اللير جوا. هلا اكيد اللايرز الرفيعه بتندحش اكثر، بس برضه اللايرز الثانيه بتتاثر من الموضوع. هلا ما بعرف اذا اول ما نطلعه راح تضلها رافعه مثلا، راح تنط هيك فجاه، او انه بس تيجي خبطه بترفع اللاير لحالها بتتصدر للضربات، لازم نشوف. بس هو بلبل دوران يميني وكمان هجومي، فنشوف مقدار الهجوم، لانه إذا بهاي الطريقة صراحة الهجمات مش كثير واو، عبارة عن زقزقات وهيك نقرات خفيفة، بس ما في مناطق فراغات حادة كبيرة، فلازم نستكشف اللير ونجربها أكثر. وعلى فكرة حجم اللير كثير خميل وعريض حتى وهي مسكرة، فإذا بنيجي نفتحها شوفوا قديش بيصير حجمها. ونجيب بلبل خميل. لحظة مين في بلبل خميل؟ بلبل العنقاء الزمردية. بلبل العنقاء من أخمل البلابل، شوفوا قديش الخمل، يعني حتى ممكن ياكلها. وبالنسبة للأسنان فمثل أي بلبل هجومي عندنا 3 أسنان وشكلهم كتير كويسين صراحة. أبصر هلا شوف، أنا مش حاسس اللير رح تكون هجماتها قوية، بتوقع اللير ممكن تزبط كمزدوجة أكتر، بس ما بعرف، خلينا نجرب، خلينا نشوف هل فتحة العضة هاي بدها تفيد ولا تخرب. أوكي تاني قطعة بهالبلبل واللي هي حديدة 12، للأسف هالحديدة كتير عم تتكرر مع السمندر مع الشجاع، وبصرت رح تتكرر كمان بعدين. حديدة خفيفة بتجروح البلابل، لازم نحط لها فريم، بس هو بلبل هجومي فبحتاج حديدة خفيفة. بس بشكل عام ما بحس إنه في حد حيستعمل هيك حديدة خفيفة، يعني حتى لو بدك إياها لهجومي بلبل خفيف رشيق حيضل تقيل صراحة، غير إذا كانت لير كثير وزنها كثير تقيل فبدك تحط حديدة خفيفة. تاني قطعة عنا إياها واللي هي حديدة ال لؤي. أوكي لفت. هاي الحديدة بنقدر نقلبها شكلين، نقدر نعملها هجوم علوي وهجوم سفلي. فمثلا على فكرة أنا عندي إياها واحدة لونها باللون الذهبي، أجت من هازبرو، فعنا أول وضعية فيها هاي هي الوضعية الأولى بالفريم، زي ما شايفين عبارة عن هي فيها مثلثات، 1 2 3 مثلثات. هاي الوضعية العلوية زي ما شايفين المثلثات بتكون عندنا فوق، طلعوا مثلثات كلها فوق بتعمل هجومات علوي، ومن تحت مستقيمة. الوضعية الثانية لا، فريم ليفت، بنلف نقلب الفريم وبرضه بنركبها، بتصير هجوم سفلي لتحت، بصير عندنا 3 مثلثات لتحت، بصير اقرب الحلبة. هلا على ما اظن هاي افضل عشان لما يخبط بالحلبة اذا كانت مدورة راح يكمل تدوير ويضيع كل طاقته وتخرس، تخلص طاقته ويخرب. اما لما تكون مثلثة نوعا ما ممكن تعمل احتكاك اكثر، توقفه عن حده وما يحتك كثير. طبعا انا بعتبر هالفريم دفاعية، ما بعرف اذا حتزبط للهجوم، لانه بشكل عام بلعب الهجومية ما بفضل ما نحط لها فريم، بس مع اني جربتها بس لازم نجربها كمان مرة مع هالبلبل ونشوف مدى ادائها. اوكي درايفر هجومي، درايفر اللي هو دستروي، من احسن الدرايفرات الهجومية، عبارة عن بيشبه درايفر المنجل هيك على شكل نجمة بالنص، ومن تحت دوران حر كتير بتسمح له يدور عليها باخر اللحظات ويمتص، ممكن اذا كان بلبل ضبطه عكس دورانه. ومن هون عندنا عبارة عن مثل هيك الجليد او مجوهرات هيك مثلثات، كتير درايفر رهيب عن جد، من احسن الدرايفرات الهجومية، دائما بنصحكم تستعملوه. على فكره بدي افرجيكم شغله ما بعرف اذا انتم لاحظتوها، بس دائما شايفين القطعه البيضه بالسنين الصغار تبع الدرايفر،
شايفين هذا الطرف اللي على اليسار هي هون انا عم بلمسه هيك في نقطه بلاستيك شوي طويل زياده، وحتى من هون نفس الشيء طويل زياده. اظن هاي من الصناعه او قوالب البلاستيك، بس مش هالمشكله يعني، هي شيء طبيعي بس موجود بكل البلابل تقريبا. فبس هيك حبيت احكي لكم اياها، وما بعرف ليه بس حاسس ان الدرايفر اعوج صح. القطع البيضاء عندي عوجه شوي، تخيل يطلع على الدرايفر ده. لا لا درايفر عادي، ولو طلع فيه مشكله عندي درايفرات كثير نفس المبدا، نفس عندي نفس الدرايفر هذا من اكثر من الاول، فمش مشكله. واخيرا حطيت كل الستيكرز، على فكره اخذوا وقت وحلوا البلبل، بس صراحه في ستيكرز يعني ما بعرف ليه حاطينها باماكن كثير صعبه، يعني ما بعرف شو بتهيأ لتكارتمي حطوا ستيكرز بهيك مكان، حتى يعني هي مش متماسكه كويس هيك على مكان اعوج ومايل، وما بعرف ممكن يقبعوا مع الوقت. وكمان حطيت الستيكر للدرايفر، اما هلا فخلونا نشوف كم صار وزنه. صحيح ما اختبرنا قوه الاسنان، فخلونا نركب البلبل ونشوف مع بعض. ليش الاسنان خفيفه؟ اول كليك بلاش صوت، ثاني كليك اوكي، اسنان جدا متوسطه. عد حجمها بعطينا ايحاء انها قويه. اوكي هي مركب، نفكه عشان نحكم عليه عن جد. 1 2 3 متوسطة على فكرة الأسنان، ابصر الله يستر من أداء هالبلبل، رح يكون غريب أنا حاسة صراحة، مش عارف إذا حيكون قوي أو ضعيف. خلونا نشوف كم وزن هالبلبل. 45 جرام، أوكي مقارنة مع الشجاع البركاني مثلا اللي بيجي بنفس الحديدة 42 جرام، ومقارنة كمان مع السمندر الحار. وين السمندر؟ السمندر بس ما بلاقيك. السمندر برضه 45 جرام، اوكي فاوزانهم متقاربه، بس لهلا ما حدا قدر يوصل لوزن بلبل الجارح المتجدد. اوكي البلبل مفكوك بعرف، بس وزنه 54 والسيف كم كان؟ 54. اوكي هدول نتقل بلعبل مع الفريم. اوكي خلونا نشوف اداؤه بالحلبه مع الفريم بالوضعيه السفليه. شكله حيخبط بطرف الحلبه. هذا الدرايفر مجنون. اما هلا حاطين الفريم بالوضعيه العلويه، هل راح يأحض بالحلبة؟ اوكي شفتوا لانه من تحت صار مدور، صار اسهل انه يخبط بالحلبة ويضيع طاقته، المثلث بيوقفه عن حده. لهيب اسطوري. اوكي اخيل اللحم، هذا اجى بالعلبة الثلاثية مع بلبل الحلبة الضاري، قدر وقفه عن الدوران، الدوران انهى دورانه. هذا البلبل بيجي بنفس فريم الدورة الغاضبة تبعت هازبرو، وطبعا تشبه بوضعية تقنية ال خبطها وطيرها وخلص منها على السريع. برق المجنون، اللحاء المتجدد. اكيد ما اظن اسمه، بس اللير عم تعضه، واللي حا عباره عن شو تعض شجره يعني. اوكي اعمل له غير توأم الرماد. اخر جوله رح تكون مع الشجاع البركاني، وتوأم الرماد قدر ينهي دورانه بفرق خفيف. الشجاع البركاني ضيع طاقته الشجاع وما قدر يلحق بحد الدرايفر الدستروي الممتاز بالتحمل. قدر يطير. دبل كيك. فشكرا لكل شخص شاف فيديو اليوم، لا تنسى تتابع فيديوهات الثانية رح تطلع قدامك على الشاشة، او ادخل على قناة اكبس على اسمي وشوف الفيديوهات اللي بتعجبك. كمان لا تنسوا الاشتراك واللايك، تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي. والحمد لله انه طلع لي هالبلبل، كنت محظوظ صراحة، بس بحبكم كتير مرة تانية وبشوفكم بالفيديو الجاي، وشكرا لكل المنتسبين. كمان لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام، الرابط رح يكون بصندوق الوصف، فانزلوا تابعوني عليه. وإذا ما عندكم انستغرام تقدروا تعملوا حساب هناك بكل سهولة.